وللمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام، بعد التحية، اجتماعات هذا العام من البنك الإفريقي للتصدير والتنمية تأتي وسط ظروف دولية استثنائية وتحتاج لرؤية جديدة لمعالجة الأزمات الراهنة، كيف تقرأ أهمية انعقاد هذا الحدث الاقتصادي الضخم؟ مساء الخير في البداية، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. زي ما حضرتك أشرت، بالتأكيد هذا الاجتماع بيوقف في ظروف استثنائية. الحقيقة حجم التحديات بداية اللي بيواجه القارة الأفريقية كبير للغاية، وأضيف إليها للأسف الشديد بعدين هامين للغاية. البعد الأولاني هو جائحة كورونا اللي بالتأكيد أثرت بشكل كبير للغاية خلال العامين الماضيين، ثم جاءت الحرب المشتعلة حاليا في أوكرانيا، دي تزيد من حجم الضرر اللي بيقع على الدول النامية بشكل عام والدول الأفريقية بشكل خاص. وده الحقيقة يتطلب مثل هذه الاجتماعات اللي عقدت اليوم للتنسيق والتعاون فيما بين الدول الأفريقية بعضها البعض، وأيضا التنسيق فيما بين الدول الأفريقية ومؤسسات التمويل الدولية، اللي بالتأكيد المؤسسات التمويلية الإقليمية يمكن أن تلعب دور في هذا الأمر. بالتأكيد البنك الأفريقي للاستثمار بالتأكيد يمكن له أن يساند الدول الأفريقية في العديد من الأمور، بداية إنه احنا الحقيقة الدول الأفريقية تحتاج لقدر اعتمادها على الذات بنسبة كبيرة. يمكن الدول اللي بتضاد بشكل كبير للغاية في ظل الأزمات هي الدول اللي بتحتاج وبتعتمد على الخارج. صحيح. لكن مؤكد إنه جائحة كورونا وجاءت من بعدها الحرب المشتعلة حاليا في أوكرانيا اللي الحقيقة بتجعل الدول العظمى والاقتصادية الكبرى بتخطط لذاتها فقط، غير مهتمة بما يحدث حولها من دول نامية حجم الضرر بيقع عليها كبير للغاية. فبالتأكيد الظروف الاستثنائية اللي بتواجهها الدول الأفريقية تحتاج لمزيد من التنسيق والتعاون، وتحتاج لقدم في هذا الإطار تحديدا. دكتور هشام، يعني السيد الرئيس في مداخلته أكد أكثر من مرة على ضرورة التكامل ما بين دول القارة الإفريقية للعبور من الأزمات الاقتصادية التي نعانيها الآن. البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد كيف له أن يوجد آلية مستدامة للتعاون ما بين دول القارة؟ بالتأكيد ما يمكن أن يضيفه البنك الإفريقي للكفيل من حيث التمويلات، من حيث الضمانات اللي بتقدم ليه الدول الأفريقية. صحيح. علشان يكون قدر ما يتم الاعتماد عليه والتبادل بشأنه كتجارة بينية أفريقية تزايد. لكن ده كمان يحتاج لأنه يحدث تنسيق في ما يتعلق بسياسات الاستثمار في الدول الأفريقية. يحتاج الأمر أيضا لإعادة تأهيل البنية الأساسية داخل كل دول أفريقية. يحتاج لاستكمال مشروعات ربط الدول الأفريقية بعضها البعض. يحتاج للمشروعات القومية الدولية الكبيرة زي طريق القاهرة كيب تاون أو مبادرة الحزام، والطريق هي المشروعات الدولية اللي من شأنها إذا ما تم تنفيذها وتم التوفير التمويل اللازم لها أنه يكون حجم التجارة البينية الأفريقية يتزايد، وبالتالي قدر اعتماد الدول الأفريقية على ذاتها وعلى قدراتها الداخلية يتزايد. وده اللي هي هيجعل الدول الأفريقية بعيدة أو بمنع عن مزيد من الاضطرابات تتعرض لها من جراء ما يحدث على المستوى الدولي. فبالتأكيد كلمة السيد الرئيس اليوم فيما يتعلق بزيادة القدرة على الاعتماد على مواردنا الذاتية، بالتأكيد هذا الأمر يحتاج لتنسيق فيما بين الدول الأفريقية بعضها البعض فيما يتعلق بسياسات الاستثمار، فيما يتعلق بالأطر التشريعية، فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنية الأساسية. يمكن أن هي مصر بتلعب دور هام للغاية في الوقت الحالي من خلال ادواتها الاستثماريه المتعدده في العديد من الدول الافريقيه في اطار اعاده تاهيل بنيتها الاساسيه، سواء كان في قطاع الطاقه، في قطاع الكهرباء، في قطاع انشاء السدود، في قطاع البنية الانشائيه والعقاريه. هي لدينا عزوة استثماريه موجوده في العديد من الدول الافريقيه الحقيقه بتساعد هذه الدول، لكن ايضا نحتاج لقدر من التمويل، وبالتاكيد المؤسسات التمويليه سواء كان البنك الدولي او صندوق النقد او حتى المؤسسات الاقليميه زي البنك الافريقي بالتاكيد. صحيح. يمكن ان يساهمها كثيرا في هذا الامر. الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لك.